حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبينه فليأكلوه حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الإبل أو البدن قال انحرها ثم ألقي نعلها في دمها ثم خلي عنها وعن الناس فليأكلوها.